السعودية تنفذ رؤيتها في سوق النفط مجدداً بالتعاون مع روسيا ومن دون التوقف عند رأي الولايات المتحدة الأمريكية. دبلوماسي هندي يتفاخر بما أقدمت عليه المملكة مؤخراً ويبرز دورها في إعادة صياغة الديناميكيات الإقليمية والعالمية ويحسم واشنطن لن يكون لها دور في ذلك. بعد إعلان خفض إنتاج النفط مجدداً من قبل السعودية وسبع دول أخرى، أجرى الدبلوماسي الهندي بهادرا كومار قراءة لتأثير هذا القرار. بهادرا كومار نشر مقالاً في موقع إنديان بونشلاين أبدى فيه ترحيباً كبيراً بالقرار المتخذ. الدبلوماسي الهندي قال: الرائع في ذلك هو أن السعودية وسبع دول أخرى في أوبك قررت بشكل غير متوقع دعم جهود روسيا وخفض الإنتاج من جانب واحد ليبلغ إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً. الدبلوماسي الهندي توقف عند أسباب قرار الخفض الأخير معتبراً أن العقوبات الغربية ضد النفط الروسي تسببت في حدوث تشوهات في سوق النفط وأدت إلى اضطراب النظام الحساس للعرض والطلب. كومار لفت أيضاً إلى أن قرار أوبك بلس يعني أن قرار روسيا خفض إنتاج النفط بحلول نهاية عام 2023 كان مدعوماً بإجماع من المنتجين العرب الرئيسيين وهم السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، الجزائر وعمان. لذلك هناك احتمال كبير بأن تزداد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية برأي الدبلوماسي الهندي. الكاتب برر توقعه قائلاً إن أسعار النفط المرتفعة ستزيد التضخم وتجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إيجاد توازن بين رفع سعر الفائدة الرئيسي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. كومار اعتبر أن واشنطن في موقف معقد مقابل خيارات محدودة يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذها لمواجهة قرار أوبك. الكاتب حدد الخيارات الأمريكية بأربعة: الأول هو اللجوء مجدداً إلى الاحتياط النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، الثاني هو الضغط على المنتجين الأمريكيين لزيادة إنتاج النفط المحلي، الخيار الثالث هو التراجع عن تمرير تشريعات من شأنها السماح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك بداعي الاحتكار مثل قانون نوبك، أما الخيار الأمريكي الرابع فيتمثل بكبح صادرات الولايات المتحدة من البنزين والديزل. لذلك استنتج كومار أن السعوديين يفعلون ما يحتاجون إليه وقال: ليس للبيت الأبيض رأي في الأمر، ومن الواضح أن إعادة صياغة الديناميكيات الإقليمية والعالمية التي تم إطلاقها مؤخراً تكتسب المزيد من الزخم.